المهم تخيلوا يا جماعة، مش أنا امبارح اكتشفت إن عماد بيخوني. إيه؟ بيخونك؟ ده كان بيقطع شرايينه عشان يتجوزك. بيخونك مع مين؟ تقولي لها ولا أقول لها أنا؟ إيه ده؟ أنا مش فاهمة. يبقى أقول أنا. عماد امبارح فتحت تليفوني ولقيت مسجات حب بينه للنادين. انتي بتقولي ايه؟ انتي اتجننتي في عقلك ولا ايه؟ لا اهدي كده وامسكي نفسك، انا مش مجنونه، انا شفت بعيني. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا هوايده؟ نادين مستحيل تعمل كده يا حبيبتي. ولا ايه يا نادين؟ ايه يا غزل؟ انتي بتساليني؟ انا هبص لعماد ليه بقى ان شاء الله وعشان ايه؟ لا يا ماما، عيب قوي لما تيجي ترمي بلاكي عليا. روحي شوفي جوزك بيخونك مع مين وتأكدي الأول قبل ما تيجي وتتهميني. أنا آسفة يا غزل، أنا لازم أمشي قبل ما ارتكب جناية. أيوة هربي هربي. الله يخرب بيوتكم، هو أنا ناقصاكوا؟ أنت متأكدة؟ تفتكري أنا ست هبلة عشان أجي أتهمها اتهام زي ده وأنا مش متأكدة؟ تعالي تعالي اطلعي معايا الأوضة. اطلعي، ما أنا ناقصاكوا. زي ما سمعت كده يا عماد، فضحتني قدام غزل. انت متخيل الموقف اللي انا كنت فيه؟ انت لازم تقول ان دي مش انا. انت كده كده بتكلمني على رقم محدش يعرفه. ايوه بس في فويس نوت بصوتك، هنكرها ازاي دي؟ بس ماليش دعوه تتصرف، انا هقول ان مش انا نهائي، فهم ولا لا؟ هنكر الموضوع. المهم دلوقتي انت لازم تبص على تليفونها، ممكن تكون بعتت لنفسها المسجات. اتصرف يا عماد بقول لك، والا اقسم بالله هيكون ليا رد فعل مش هيعجبك. طيب اهدي اهدي بس عشان نعرف نفكر. اهدي يا حبيبتي. بلا حبيبتي بلا زفت بقى. طب بصي، انا مع مستر عابد في الاوتيل وما كنتش عارف ارد عليكي، خرجت من الجامعه عشان ارد. هقفل دلوقتي ولما اخلص هرجع اكلمك. ماشي؟ يلا باي باي.